جانب ثاني احنا بعد قمنا نركز عليه وحاولنا نحققه في المدن الإسكانية الجديدة اللي هو جانب أنسنة المدن بالنسبة إلى توفر الأراضي الخدمية والتجارية من ناحية التصميم أو كمواقع موجودة، بس موضوع تأخر موضوع التنفيذ. يعني أنا في هذا الجانب يعني لحب أكده أن وزارة الإسكان يعني خصصت هذه المواقع ووفرت الخدمات إليها من ناحية الشوارع، الكهرباء والماء، مجرد أن الجهة الخدمية تبني وتوصل بالشبكة، فالمواقع جاهزة 100% وقابلة إلى عملية التنفيذ. إحنا عندنا مركز صحي، أرض مخصصة لمركز صحي في مدينة شرق الحد وفي مدينة خليفة اللي تفضل ذكرنا اليوم صار الافتتاح، وعندنا مركز صحي أيضا في مدينة شرق سترة. بالنسبة إلى مدينة سلمان الأكبر عندنا موقع إلى مستشفى وموقعين إلى مراكز صحية، وإن شاء الله عما قريب يعني من ضمن خطط الوزارة أن راح يبتدون في إنشاء مركز صحي.